فاللي بيميزها بس شويه ان احنا فيرست لاين ديفنس، وتملي بيقولوا على بتوع الاطفال فاميلي اورينتد دكتور، لان هو الدكتور الوحيد اللي بيقعد مع العيله على الاقل 20 30 سنه بسبب تتبع الاجيال، لان بياخد طفل الخمس سنين يكون الطفل الثاني جه الثالث والاقارب وهكذا. اي دكتور في اي سبيشاليتي بيشتغل مجرد على قد الايه المشكله اللي بيعانيها المريض، وما ممكن يشوفه ثاني او ما يشوفوش يعني. فشويه مهم جدا ان دكتور الاطفال يكون مدرك شويه للمشاكل عشان يعرف حدوده، وعلشان يقدر لما يكون في حاجه فيها سبيشاليتي كونسلتيشن مهم قوي. وده سبب الموضوع النهارده ان احنا هنحاول نتبادل خبراتنا، بالذات انا هقول لكم وجهه نظرنا احنا كاطفال في بعض المشاكل اللي يمكن بتوع الديرما ما ياخدوش بالهم منها، حاجات سيستميك او حاجات الاطفال بيتعرض لها ممكن تكون عامله ريزيستنت للمانجمنت نفسه. دي بورفؤاد، دي مدينتي اللي انا باجي منها، وما بتديش اي محاضره الا بصور منها. هي بورفؤاد مدينه فرنسيه النزعه شويه، لان الفرنسيين هو اللي كانوا بنوها. طبعا اتغيرنا شويه وبدا يحصل شويه لخبطه، لكن هي الحقيقه بلد جميله. نبتدي بسم الله. النابكن درماتيتس من الحاجات المهمه جدا، وهي عباره عن درماتوزس موصوف كجنرال، تحتيه بقى في تايتلز كتيره، من اول حاجات سيمبل جدا وحاجات بسيطه لحد حاجات ممكن يكون فيها حاجه سيستميك او حاجه انتوا ادرى بيها طبعا في تخصصكم، زي لانجرهان سيلز هيستوز والحاجات اللي هي الحاجات الصعبه، الحاجات اللي هي مش لوكال ولا لها علاقه بالنابكن ولا لها علاقه بالدايبر اساسا يعني. ماشي. فهي من الحاجات المهمه، لان برضو خلي بالكم هي كان ليها هيستوري، والهيستوري ده يهمنا شويه في الاسباب. ان كانوا زمان كانوا مقتنعين قوي بموضوع الامونيا وان هي السبب الرئيسي تملي كايرتنت، لحد ما جينا في اواخر السبعينات وبدا الامونيا ده كنظريه او كثيوري تتلغى. عملوا باتشز من الامونيا على السكن للاطفال وللكبار، وما تلاقوش ان لها اي اثر. في الثمانينات بقى في كومبلكس اتيولوجي، وبداوا يفكروا في الستول والفيسز واليورين واللايبيز والبروتيز انزيمز، وان هي ليها دور جامد جدا في الاتيولوجي بتاع النابكن درماتيتس، بالذات ريزيستنت والريكورنت يعني. تمام. وبالتالي كان الاساس ان احنا نحاول على قد ما نقدر نبعد عن اليورين والستول او عن السكن، ونحافظ على الدراينس بتاع السكن. ده مهم جدا جدا في الكلام اللي زي كده. طيب ما فيش طفل يعني في المرحله الاخيره ما بيلبس نابكنز او دايبرز او كده، فحوالي 50% من الاطفال بيتعرضوا لمشكله النابي راش او الدايبر درماتيتس، وده في مرحله مهمه جدا جدا اللي هي اول سنتين. السكن اصلا السكن في الفتره دي بيبقى سوفت جدا وسنسيتيف جدا وقابل للمشاكل. احنا هنحاول نخش في النون فارماكولوجيكال ابروتش ده، ان انا مش هتكلم في ادويه او كريمات او كده، لكن هنتكلم في حاجات جنرال معظمها على فكره انستراكشنز. لو انا اتكلمت بس مع الام دقيقتين وشرحت لها تعمل ايه، هتبقى مفيده جدا في نجاح المانجمنت بتاعي. احنا هنتكلم اي بي سي دي اي عشان نحفظها بسهوله جدا، والاي اللي هو الاير اللي هو دراينس، وان انا هحاول افتح البامبرز واحاول اهوي واخد وقت في الغيار، وممكن استنى شويه في الغيار. البي اللي هي الباريرز، ان انا بحط بروتكتيف كريم، بحط زنك اوكسايد، بحط بتروليوم، اي حاجه تعمل لي عزل شويه عشان احمي الطفل وجلده. كلينايزنج من اول ما بستخدم كلوزز عاديه بميه دافيه بميه بارده لحد ما استخدم وايبس يعني بفوائدها ومساوئها وهنوضحه. الدايبرز بانواعها، والدايبرز من اول ما كانوا زمان كانت حاجات كلوزز وقطن وحاجات كويسه جدا، الوقت بقت سينسيتك كلها وفيها مشاكل، ودي فرقت كتير معانا طبعا. والإديوكيشن، لو انا هبقى خلاص التلات حاجات او الاربع حاجات دي خدتها، طب انا هوصل المعلومه للام ازاي وهشرح الكلام ده ازاي، وده مهم جدا جدا. بالنسبه نبتدي الاول بالاير. الاير طبعا على قد ما نقدر وانا بغير بامبرز بحاول افتح واسيب اكبر مده ممكنه للطفل، لان انا لما بعمل كده بعمل ثلاث حاجات. انا ببعد السكن عن اليورين، والسكن عن الستول، والسكن عن السنسيتيك دايبر. يعني الثلاث حاجات اللي هم بيلعبوا دور كبير جدا في الاتيولوجي، انا طول ما انا فاتح البامبرز وبهوي وفي دراينس، طول ما هو دول بعاد. اوكي. فده من الحاجات المهمه جدا. بس ما ننساش ابدا القصه دي، الهير درايرز. في امهات في الشتاء، واكتشفت بالصدفه الموضوع ده، بيستخدموا الهير درايرز ان هي تنشف ابنها بعد ما تيجي تغير له، تعمله رستو. اوكي. وده خطر جدا جدا جدا، ما ننساش المعلومه دي، ان احنا ننبه. انا بهوي وبعمل كل حاجه، بس ما فيش داعي ان انا استخدم حاجه زي الاستشوار والكلام. طيب انا هغير كل قد ايه؟ انا هغير بالنسبه للنابكنز نفسها كل 3 ساعات، كل 4 ساعات، على حسب الطفل ما بيعمل. نيجي للباريرز اللي هي البي. الباريرز احنا عندنا هي الباك بون بتاعت البريفنشن والمانجمنت، ان انا بحاول اعمل طبقه عازله من الكريم او الاونتمنت، بحيث ما يبقاش في كونتاكت ما بين الستول واليورين وما بين السكن على قد ما اقدر، او ما فيش كونتاكت ما بين السكن وما بين السنسيتيك بامبرز او السنسيتيك دايبر نفسه.
تمام. والمفروض ان انا بعمل ده مع كل دايبر تشينج، بحط طبقه عازله مع مراعاه حاجه مهمه جدا، ان انا ممكن وانا بعمل كده في المره الواحده اتلقى ان في جزء كبير من المرهم او جزء كبير من الاينتمنت اللي انا حاطه او العازل ده لسه موجود على السكين. مفيش داعي اعمل فريكشن جامد واشيله، انا ممكن اكمل عليه طالما ما عليهوش ستول او يورين، بمسح بالراحه واكمل طبقه ثانيه في ايه. مفيش داعي للفريكشن، وبرده وانا بحط مفيش داعي للفريكشن كتير، انا بعمل بلوتينج مش اكتر، وبنشف كويس وبعمل دراينس كويس. الكلينايزنج بقى ليها هيستوري شويه، هي بدات الاول بالكلوزز والميه الدافيه والميه البارده والحاجات زي كده، وبعد كده تطورت الى الوايبس اللي موجوده حاليا، والوايبس قد يكون لا ما لها وما عليها. لكن الحقيقه معظم السيستميك ريفيوز ما لقيتش فرق ان الوايبس استخدامها بيفرق كتير قوي الا في مواقف معينه. يعني الوايبس كاستخدام حديث وحاجه ريسنت وكده مش فارقه معانا كتير جدا في تقليل نسبه النبي راش او النابكي درماتيتس، الا اذا كانت الوايبس دي فيها مواصفات معينه ان هي عامله بي اتش ستابلايزرز، لان في انواع منها كويسه قوي بتعمل بي اتش بافرنج افكت، وده بيستابلايز البي اتش بتاع السكن. انتوا عارفين ان كل ما البي اتش يزيد ويبقى الكلاين، كل ما الدرماتيتس هيبقى الاحتماليات بتاعته هتزيد جدا. والوايبس قد تكون مفيده احيانا في الووتر انسوليبل فراجمنتس، يعني سوري ستول بقى لازق وكده وبتاع، ممكن ساعتها ابقى محتاج انظف بحاجه زي الوايبس. لكن عموما الوايبس ما هياش الحاجه الواو قوي اللي قدرت ان هي تحل المشكله دي. ده بالنسبه للكلينايزنج. احنا قلنا الاي الاير البي البارير السي كلينايزنج، وطبعا في السوق في انواع كتيره جدا 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 لن تنتهي. بس في مشكله نحب ننبه عليها، ان في بعض الوايبس دي فيها بيرفيوم وفيها الكحول. لو انا بتكلم في طفل بقى انفليمد او نابي درماتيتس او عنده انفلاميشن او في درماتيتس، مفيش داعي ان استخدم الانواع دي لانها هتبقى اريتنت جدا اكيد عليه وهتضايقه جدا. دي المشكله اللي هي بتاعت لو انا عندي في اريتيشن او في انفلاميشن مفيش داعي ان انا استخدم. الدايبرنج بقى وده مهم جدا جدا، وكانت لما اخترعت اصلا كان الغرض منها ان انا اقلل الاريتيشن واقلل الهايدريشن ومنتين البي اتش واقلل البريك داون بتاع السكن. ده كان الهدف وكان هدف نبيل، بس الحقيقه هي ما حققتوش، بالعكس ده الدايبرز دي لما بدات في الاول بعدم تطورها عملت مشكله كبيره جدا جدا في السكين، ان هي بدات تعمل اوفر هايدريشن وبدات تعمل حراره زياده وهي عازله جدا، وفي نفس الوقت زودت الكونتاكت بتاعت السول ويورين وعملت كومبريشن اوكلوسيف على السكين، فطبعا الدنيا بقت مش كويس. وده هيخلي الشركات بقى بعد كده تطور الامور. الكوكرين، وانتوا عارفين الكوكرين ريفيو بتاعها مش سهل خالص، الكوكرين في كل الريفيوهات اللي عملت على الدايبر والنابكن ما لقتش اي نتيجه او اي حاجه تدل علميه على ان لما بدانا قصه الدايبر الدرماتيتس قل او النابكن درماتيتس او النبي راش ده بيقل، فما كانش الفايده كبيره. بدات الشركات لانه بزنس كبير جدا جدا يكاد يكون ملايين، وفي حسابات اتعملت على موضوع الدايبر، الطفل في امريكا بيتكلف $3,000 لحد ما يعمل بوت تريننج، لحد ما يعمل كنترول عليه، $3,000 في الفتره دي عباره عن دايبرز. يعني بداوا يعملوا بقى السوبر ابزوربنت كورز بقى اللي هي الخارجيه، اللي احنا هنشرح الدايبر ليه شكل معين، هو من جوه فيه فلتريشن وفي النص فيه ابزوربنت ومن بره فيه الحاجات الووتر بروف اللي هي عازله عشان ما ينقعش يعني. فبداوا يعملوا البريسابل دي اللي هي الكورز الخارجيه عشان يحصل تهويه شويه، وفي نفس الوقت زودوا اللايرز بتاعت الابزوربشن، وبداوا يغيروا حاجات كتيره كتطور للبامبرز او تطور للدايبر عشان نبقى شويه يقلل الانفلاميشن، وده نجح جزئيا في ان هو يحسن الامور لكن ما حلش الامور قوي. ويكاد في كلام كتير جدا على ان الكلوزز وعلى ان الدايبرز الطبيعيه القماش القديمه كانت افضل، الا في حاله واحده ان هي ممكن تعمل اوفر هايدريشن شويه، بس طبعا الامهات يعني كانوا بمشكلتهم ان هم ممكن لو بيغيروش كويس او كده، لكن لو هي بتغير كويس والقماش قد يكون افضل كتير من السينثيتك دايبرز وهتفرق مع الطفل كتير جدا. وعلى فكره احنا الباول كنترول عندنا فارق جدا معانا في موضوع الدايبرز، يعني زمان كانت الاطفال اللي بتلبس كوافيل وقطن وقماش كان الكنترول بتاعها ايرلي قوي، بيحصل ممكن يحصل عند سن سنه او اقل، دلوقتي الطفل بيعدي 2.5 و3 والكنترول بيتاخر نتيجه الابزوربشن، وتجد ان هو مش فارقه معاه قوي ومرتاح في القصه دي، فمريح دماغه والام مريحه دماغها برضه. طيب بالنسبه بقى دي بالنسبه للدي، بالنسبه للاي هو وصف الكل اللي احنا قلناه في الفتره اللي فاتت، اللي هو التعليمات اللي هنقولها والهيستوري اللي هناخده من الام والنصايح اللي هنقولها والتغيير. احنا كل 2-3 ساعات بالذات في البيبيهات في الاول بيبقى اليورينيشن بتاع ممكن مع كل رضعه او مع كل كذا، لكن بالليل لما بينام هتبقى مره بير نايت، لكن كل ما نلاقي ستول ونلاقي يورين الافضل ان احنا دايبر تشينج مهم جدا. بريماتشور انفانت خلي بالنا جدا من السكين بتاعه، لان السكين بتاعه تكون ليه ظروف خاصه وبيبقى نسبه الدرماتيتس ونسبه النبي عراش عندهم عاليه جدا. النابكنز احنا شرحنا تركيبتها، بس ده الاناتومي بتاعنا احنا بتاع الدايبرز بقى.
هي من جوه فيها الفلتريشن ومن نص فيها الأبزور. انا بس جايب دي عشان حاجه مهمه جدا. الاساتك بتاعه الدايبر بتعمل مشكله جامده، ويمكن حضراتكم بتشوفوها كتير، الكونتاكت والالرجيك درماتيتس هتلاقوه عند الجزء العلوي وعند مكان السايز كده مطرح ما بتكون ماسكه. دي بقى بتبقى عامله مشكله جامده، ودي غالبا لا اما كونتاكت لا اما الرجيك من الاستك، لان الاستك ده بيبقى طايت جدا، والجزء البلاستيك اللي ورا ده هتلاقوه باين جدا في موضوع الدايبرز. الإديوكيشن مش هعد عليها تاني، لأن الإديوكيشن هو شرح لكل ما سبق، مهم جدا الحاجات اللي احنا قلناها كلها نخلي بالنا منها ونشرحها للأم كويس انت هتغيري ايه. لكن في حتة صغيرة بسيطة في البنات بالذات، احنا بناخد الغيار والمسح من قدام لورا مش من ورا لقدام، عشان ما ننقلش انفكشن وعشان ما نزودش المشكلة. يبقى في البنات لو بنت صغيرة وبنغير لها الدايبر ما بنمسحش من ورا لقدام، بنمسح من قدام لورا. بالنسبه للجزء بقى اللي انا جاي اقوله النهارده قبل ما نخلص الوقت، هل الدايت ليها علاقه بالدرماتيتس والنبي دراش ولا لا؟ احنا عندنا البريست فيدنج انفانت تلاقوا فيه يعني نادر جدا يخش مودريت وسيفير لو طفل بيرضع طبيعي، على عكس الطفل بيرضع ارتفيشال. وبالتالي انت وانت بتسال الام هو بيرضع ايه ما بيرضعش، الكلام ده هيفرق معانا جدا في البروجنوز وفي المانجمنت، وانا هتوقع هيحصل ايه. يعني لو واحد ارتفيشال وبدا ياكل يعني بدا الويننج كمان، ده ممكن يكون أسوأ في البروجنوز. على طفل لسه بريست فيدد واكسكلوسيف بريست فيدد ده ممكن يكون افضل كتير. المنظر ده عندنا احنا منظر الكاوز ميلك بروتين الرجي. احنا كاطفال عارفين القصه دي وليل ونهار عايشين فيها، وهي زايده اول فتره دي، يمكن الجلديه يسمعوا عنها لكن ما يشوفوهاش كتير، او على الاقل التفاصيل مش واضحة قوي. احنا عندنا مشكلة شوية مع الكاوز ميلك بروتين، البروتين الداخل في اللبن، وهو نفسه البروتين اللي موجود في لحم البقر والجاموس و و ومشتقاتهم، يعني ممكن يبقى ماعز ممكن يبقى جمل بتاع، لان في كروس انتجينست بينهم. اوكي، احنا عندنا من 2-7% من الاطفال، وده رقم مش رقم قليل، يعني كل 100 فيهم 5-7 عندهم الحالة دي. مشكلته في ايه بقى؟ مشكلته ان هو المين ساين وسيمتومز بتاعته فيها 50% كيوتينيوس سكن، يعني هو ممكن يجي بسكن بس، وممكن يجي بريزيستنت نابي راش، وانا مش عارف هو الموضوع ما بيتحسنش ليه، علشان موضوع وعلاجه سهل جدا. الاعراض بتاعته هي فيها جي اي وفيها ديرما وفيها ريسبيرتور وفيها جنرال. الجي اي ما يهمناش قوي كجلديه، لكن لو سالنا هو بيرجع كتير، هو بيجي له مغص كتير، هو بيسرح كتير، هو ما بينامش كويس، كذا كذا. بالنسبه للجلديه الاتوبيك درماتيتس اللبس وسويلنج والبتاع، بس ده لو حاجه يعني الرياكشن عالي لانه هو منه درجات كتيره، ريسبيراتور ممكن يبقى فيه راني نوز، ممكن يبقى فيه الرجي ازمه وهكذا. احنا بنشخصه ازاي؟ هو التشخيص عندنا مر بثلاث مراحل هنشرحهم، بس ده كان اهم حاجه عندنا اللي هو الكومس سيمتومز سكور، وكان فاندن بلاس ده انا قابلته الحقيقه ثلاث مرات من اكبر علماء الجي اي في البيدياتريك، هو راجل بلجيكي، هو اللي حط السكور ده. السكور ده عباره عن ورقه بحطها تحت المكتب وبسال الام هو بيعيط قد ايه، هو بيسبيتنج ويرجع قد ايه، شكل الاستول عامل ايه، السكين بتاعه عامل ايه، ريسبيراتوري ايه، واعمل السكور بتاعي وباخد رقم واشخص بيه، وبناء عليه هو علاجه سهل جدا. علاجه سهل عباره عن الاليمينيشن، ان انا هشيل السبب، او ان هو لو ارتفيشر بلقينه على فورمولا تانية. دي مهمه قوي، لان ده لو ما اتعملش طول ما انا شغال تحت على السكين وسايب الجزء بتاع الجي اي ده فوق عامل مشكله، مش هيتحسن معايا وهيبقى ريزيستنت. احنا الدياجنوز عندنا في الاطفال مر بثلاث مراحل. اول مرحله الستول اناليسز، كنا بنعمل حاجه اسمها بي اتش واوكلت ستول وريديوس شوجر، ولا زال للاسف الشديد اي طبيب مش متابع ابديتد الخمس سنين الاخر الكلام ده ما عادش ليه قيمه خالص في التشخيص، لان في فولس بوزيتيف ونيجاتيف كتير. الطفل لو بيسنن بس ممكن يدينا اوكلت بلاد في الستول. اوكي، ريديوس شوجر في مليون سبب يعمله، وبالتالي ما عادوش بياخده بيه. الكومس تيست اللي احنا لسه شايفينه برضه بدات اهميته تقل، لان ما كانش دقيق قوي في الدياجنوزيس. حاليا احنا بنعمل حاجه سهله جدا، اليمينيشن تشالنج، اتشال ده من ده، ارتحت عن ده. يعني ايه؟ انا هاجي للام هي بترضع طبيعي وبتاخدش ارتفيشال، لو سمحتي حضرتك ما تاخديش منتجات البان في الفتره دي، و و و الطفل يتحسن والسكين يتحسن والاعراض تتحسن اسبوعين بالظبط، وبعمل تشالنج ريتشالنج، بدخل الاكل تاني ويبتدي الطفل يتعب معايا تاني. وده مهم في الريكرنت كيسز، يعني جيلك حاله نابكن درماتيتس او نابي راش كتير، اسالها هو حضرتك. اصل في امهات معتقد اعتقاد كلي وجزئي ان كوبايه اللبن الجاموسي وكوبايه بتنزل في اللبن على طول وتعمل مش عارف ايه، وده بيتعب الاطفال جدا. حتى نسبه وتناسب لو ما عندوش حساسيه هتلاقوه بيتعب جدا من الكلام. فحاليا هو التشخيص بالاليمينيشن تشالنج سهل جدا، انت تاخدي كذا ما تاخديش كذا اعملي كذا، اللي هو انا خلصت دقيقتين بالظبط. هو انا عايز اسال حضرتك سؤال، معلش يا بيف، ده لان احنا في ده كل يوم احنا بنشوف الاطفال الاتوبكس، بنبدا نشخصهم على اليو كي كرايتيريا، طبعا بيبقى فيه تايم فاكتور، هل هنستنى
يعني بعد سن سنتين او قبل سن سنتين الفاميلي هيستوري، بس بيبقى الطفل ماشي مع الكرايتيريان ده اتوبك. تمام. ونيجي نسمع من البيدياتريشن او زميلنا دكتور الاطفال انه يقول الام لا ده دي كاوز ميلك الرجي، فهل الاليمينيشن تشالنج ده ما يعني بحس ان هو صعب تطبيقه، فهل في حاجه تانية نقدر ندبند عليها او احنا يعني نقدر نتابع حتى بها العيان غير الاليمينيشن تشالنج ده؟ هو ممكن يعني هل لو لجأنا للاثنين اللي فوق مثلا هل هو الاكيوريسي خلاص اوبسوليت، لكن ممكن كومس تيست يساعد شويه السكورينج، وممكن يعني ابعته لحضرتك. الاليمينيشن سهل جدا على فكره، ما هو انا عندي نوعين من الاطفال هيجوا لي، لا اما طفل بيرضع طبيعي ولسه ما اتفطمش، لا اما طفل بياخد ارتفيشال، لا اما طفل بياخد طبيعي وبدا ياكل او ارتفيشال وبدا ياكل. انا وهفت كنترول، لان احنا لسه هنشوف في جزء غير اللبن ممكن في الاكل ياثر. كنترول ازاي؟ باجي للام اللي بترضع طبيعي اقول لها انت عندك 14 يوم بدون اي دايريز، ما تشربيش لبن ولا جبن ولا زبادي ولا كل منتجات الالبان. اصل حضرتك بتقول 14 يوم، احنا اللي بنشوفه في البراكتس انه بيبقى منع انه منع نهائي، يعني بنسمع عن الام اللي بتقول لنا ده دكتور اكل كتير ولا الالبان؟ لا الالبان، الالبان اوكي، ما هو منع نهائي نهائي نهائي، لا نهائي مده قصدي حضرتك. لا ما هو ممكن ما يكونش حد عمل تشالنج، اصل موضوع التشالنج بيقلقوا منه في ايه؟ في ناس ترتاح، يعني هو عنده ساينو سيمتومز عاليه جدا. فلما عمل الاليمينيشن ارتاح جدا بالزبط. فيقول لك لا انا مش سواء الدكتور او العيان يعني اوكي، ولا سيما على فكره ان اللبن يعني بدايله كتير. بصوا اللبن في مصر مقدس تقديس، ولا ما يكون نزل في القران كلم كده اي ام وقول لها وقفي لبن او زبادي وبتاع، طب انا هاكل ايه؟ ما هم عندهم اعتقاد غير عادي في اللبن، وبياخدوا كميات كبيره. وعلى فكره هو برضو كدوز ديبند، انتوا عارفين اي الرجين برضو لو نسبه وتناسب زي الديسنسايزيشن والحاجات دي، انت لو خدت نسبه كبيره هتعمل مشكله. فهم بيشربوا لبن كتير قوي بالذات مع الرضاعه اعتقادا انه هيفيدهم، وده يبتدي يعمل المشاكل. فلما بعمل الالمينيشن 14 يوم واعمل التشالنج تاني وتظهر الاعراض، والاعراض مش سكين بس، ده في كراينج وفي فوميتنج وفي بلاد ستول وفي موكويد ستول، ساعات في حالات بتبقى سيفير جدا منه. الحالات الاتوبيك غالبا لو تيجي بمنظر في السكين جامد جدا دي السيفير تايب، ودي غالبا ممكن ما تعملش يعني تشالنج فيها. طب هو هيتحسن؟ ست شهور سنه بيتحسنوا جدا، ست شهور جزء كبير جدا منهم بيتحسن، على سنه بيتحسن معظمهم، نادر قوي 2-3% اللي بيكملوا معانا بعد كده بعد السنه الاولانيه في القصه دي. طب هل في اكل ممكن يعمل مشاكل؟ اكل امتى؟ لو انت شفت العيان هتلاقيه غالبا من 6 شهور ل9 شهور اللي هو مرحله الويننج بدا ياكل وكده. الحاجات الاولانيه دي اللي هي اللي تحت كلها دي السيترس اللي هي الطماطم والستروبري و و و اللي احنا بنسميها ايه؟ بنسميها الحمضيات. طب ده انا هلاحظها ازاي؟ هو ماشي كويس جدا وبدا الفطام وفجاه جاي لي حوالين بقه في نقط حمراء او حوالين الانوريكتال اريا فيها نقط حمراء. انا خلصت كل ده اللي هي الحاجات السيترس والحمضيات والاناناس و و و. لازم في الهيستوري اسال شويه هو بياكل ايه. وعلى فكره لو هو مش بياكل وبيرضع من مامته ومامته بتتناول حاجات زي كده بزياده هيبتدي نفس التاثير بتاعنا. تمام. طب في حاجه بريفنت النابي راش من الاكل؟ لا، هو الدياريه بس اللي عندنا معاه مشكله مع النابي راش بيزوده جدا جدا. فانت في اثناء ما انت جاي لك بدرماتيتس اسال عنده دياريه ولا لا، لانك لو قدرت تسيطر على الدياريه نسبيا هيبقى عامل من العوامل المهمه جدا انها تقل. ففي الاكل الحاجات الستارش والحاجات اللي ممكن تكون استيبيتنج شويه تساعده ان هو الدياريه يتحس. احنا عندنا كاطفال بنستخدم الانتي دياريز، الانتي موتيليتي ما عادتش بتستخدم عندنا لو تفتكروا اللوبراميد بتاع زمان، عندنا حاليا الانتي سكريتري ده هكلمكم عليه بسرعه جدا انه مهم قوي. والادزوربان، الادزوربند دي اللي هي الكابكت و احنا ما بنحبوش، والسميكتا والكلام ده، لان دي ما بتعملش حاجه اكتر من انها بتاخد الاندوتوكسنز وبتعمل كونستيبيشن اكتر وبتعمل مشاكل. الراسيكادودريل ده بصراحه ده اختراع رائع جدا، وده مستورد، وانا هو اسمه هيدراسيك في مصر، ودي مش دعايه للشركه لان هو يونيك ما فيش غيره. هو عباره عن اكياس وكبسولات، هو بيشتغل على حاجه اسمها انكفالينيز انزيم، بيأثر على الانكفالين، بيقلل الووتر سلوس مع الدياريه. فاللي بيبتدي بدري مع حاله دياريه سواء كبار او اطفال او ترافل دياريه او يوم او يومين بتكون الدنيا اتحسنت جدا. ده بالنسبه للهيدراسيك. بالنسبه لي الادزوربان مش هنستخدمها خالص. البروبايوتكس، ودي اخر حاجه هنبه عليها، احنا في مصر حظنا كويس اليومين دول عندنا لايف بروبايوتك نزل في الاطفال. اللايف بروبايوتكس دي عباره عن فايلز امبولات، وهقول لكم الدوز بتاعتها. تعرفين الميكروبايوتا بتلعب دور كبير جدا 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 في المناعه. ممكن دقيقة بس اللايف بروبايوتكس مهمه جدا 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 بالذات حالات الريزيستنت مونيليا او ال
الريكرنت انفكشن جربوها كده، وعلى فكره هي سيف جدا، وسيف عندنا من زيرو دي، وعندنا كلام كويس جدا على اللايف بروبايوتكس بنستعملها دلوقتي في الحالات اللي اتولدت قيصريه، لان الطفل انتوا عارفين وهو نازل مع الفاجينال ديليفري بياخد السكريشنز، بيبتدي ستارت موضوع الاميونيتي بتاعته عن طريق النورمال فلورا بتاعت الام و و و، ده ما بيحصلش حاليا، ما حدش بيولد طبيعي دلوقتي، فكله قيصري، فغالبا بيبقى في ديسبايوسيس جامد جدا. فدي حاجات من اللي بتعمل ريسيتنج وريستور للبيبيهات. يعني لو جاي لك بيبي عنده مشكله كبيره في الدرماتايتس كنابي ومش شايف سبب واضح، تقدر من الحاجات دي، الحاجات دي ممكن تبقى ادجوفنت جدا في ايديك تساعد، وهي حاجات سيف الحقيقه جدا. ده الحاجات البسيطه اللي احنا كاطفال بنستعملها في القصه دي. اول حاجه اللاكتي الفورت ده ان اكتف، ولما ظهر الانتروجيرمينا اللي هو اللايف بروبايوتكس اللي تحت ده، هو ده اللي بدانا نستخدمه مكانه، لانه فرق معانا جدا جدا جدا، لانه لايف مش ان اكتف. الهيدراسيك اللي كنت بقول لكم عليه ده اللي هو راسك كاتودريل، وده من الحاجات الرائعه جدا. والزنك، والزنك ساحر الساحر الماحق زي ما دكتور ماجد بيحبه ويقول عليه، لانه من الحاجات المهمه جدا جدا. دي الادوات البسيطه اللي ممكن تبقى حتى مش فارماكولوجيكال قوي، يعني معظم حاجات طبيعيه مش حاجات حاجات كسبلمنت. يعني مش عايز اطول عليكم برضو، لكن الانتروجيرمينا ببساطه اللي كنا بنتكلم عليه اللايف بروبايوتكس، هو بيستخدم في الاطفال فوق 3 شهور، سوري من 0 دي، من زيرو دي مفيش اي مشكله خالص، لحد معاك سنتين بتدي 1 فايل بير دي، بعد السنتين تقدر تدي 2 فايل بير دي. والادلت في ناس اعرف ادلت كتير ماشيين عليه، لانه بيتاخد في الادلت الناس اللي عندها مشاكل سواء ريكرنت انفكشن او ديسبايوسيس، هيفرق معاها كتير جدا. ده بالنسبه للهيدراسيك اللي كنا بنتكلم عليه، الهيدراسيك ده اللي هو بيقل، على فكره حتى انا شخصيا ما بسافرش لما يكون معايا، هو مش سيمتوماتيك، هو وانس ان انت بتاخده مع ووتر دايريا مش انفكتيف دايريا، بسيط خالص هتلاقي الدايريا بدا يقل جدا، لان هو بيقلل الوتر لوس جدا. يعني في الاطفال لحد 9 شهور وفوق 3 شهور كيس 3 مرات اللي هو ال10 مللي، هو في منه 10 مللي و20 و30، من فوق 9 شهور لحد سنتين ونص بناخد كيسين، بعد كده 9 سنين هناخد ال30، وفي منه 100 مللي جرام كبسولات. ده اللي هو الهيدرا، مفيش يعني هو مفيش غيره، هو يونيك في السوق المصري وموجود، ملوش كونترا انديكيشن خالص الهيدرا سيك. بس لو حد دايابيتك هو في سكروز 1 جرام يخلي باله بس من الكالوريز انتيك بتاعه والانسولين بتاعه، لكن هو مش كونترا انديكيشن. والاطفال اقل من شهر ما تاخدوش، فوق شهر. الزنك احنا عارفينه وانتم اكيد عارفينه جدا، وانتم بتحبوه برضه واحنا بنحبه جدا. الزنك عندنا هو من احسن الحاجات في الكرونيك وريكارنت دايريا وفي الاميونيتي وفي حالات السكين، بس طبعا الدوزز بتختلف شويه، بالذات لو انا عندي حاله اكروديرماتيتس انتروباسكي او حاجه هتبقى الدوز عاليه شويه. عشان ما اطولش عليكم، ده اخر سلايدز. انا دلوقتي عندي مشكله حصلت دايبر راش او دايبر درماتيتس، اولا في سسبيلتي ممكن واحد عن واحد يفرق، الموتشرايزنج في الـ في الـ في, الـ في لو هايدريتد سكين هيبقى عنده مشكله في الباريرز تاثر، الايريتانت زي اليورين والستول والبي اتش تشينج، هبتدي اصلح الكلام ده على قد ما اقدر. نوع الدايبرز بيفرق، الكلينايزنج بيفرق، التوبيكال اكيد هيفرق، البريفنشن هيفرق. اند ثانك يو.